كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي في اوغندا. كريم اهلا بيك يا كريم. كابتن ميدو اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي كابتننا الكبار من ضمن التحليل. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع حسين، كابتن عادل عبد الرحمن بيرحبوا بيك، وقول لي بقى الاجواء عندك، طمنا كده، طمن الجماهير. يعني ان شاء الله في البدايه كابتن ميدو بنتمنى تكون التوفيق معانا النهارده في المباراه، وعايز اقول لك كنا بنقول من كام يوم بنتمنى يكون الجو مقبول في يوم المباراه النهارده. طبعا كان في بعض الامطار، الشمس مش قويه قوي زي اليومين اللي فاتوا اللي احنا كنا متواجدين فيهم، سواء على ملعب المدرسه البريطانيه او امس على اليوم الاول بالنسبه للتدريب على ملعب مانديلا لو طبعا عليه المباراه. تجهيزات هنا مميزه، في تامين على اعلى مستوى. كان يمكن امس كان المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه شدد مع السفير طارق السلام ان يكون في تامين زياده شويه، لان الطرق هنا زحمه جدا. الموضوع عشان تقدر تروح للاستاد بدون تامين ممكن الموضوع ياخد ساعه وساعه ونص، ودي كانت امر صعب شويه شدد عليها المهندس خالد مرتجي ان يكون في تامين معانا النهارده. الحمد لله كان التامين مميز، السفير متواجد معانا هنا في الاستاد، وصلنا بالفعل الى استاد الفيلا. عايز اقول لك كمان الخبر اللي قلناه قبل كده ان الجمهور مش هيبقى متواجد بكثافه، وبالفعل احنا وصلنا الاستاد يمكن نقدر نقول 20 او 30 فرد متواجدين حتى هذه اللحظه. الفريق كمبالا وزي ما احنا عارفين حتى لو في جمهور كبير والامور والصعوبات اللي بتقابلنا، عندنا ثقه كبيره ان شاء الله في الكابتن حسام البدري وكل اللعيبه ان شاء الله ان هم يعودوا بالثلاث نقاط المهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. تشكيل معايا تشكيل النادي الاهلي قبل ما اقول لك التشكيل، احمد فتحي كنا يعني فاجئنا بصراحه ان هو مش هيكون متواجد. ايه اللي حصل يا كريم؟ كنت قلت بشكل شخصي قال كده احمد فتحي اشتكى من حاجه، قال لي بالفعل احمد فتحي اشتكى من قال عند احتمال يكون في رشحه في الركبه، اشتكى منه بعد التمرين امبارح بالليل. كان في فرصه ان هو يكون متواجد بفي التشكيل وبالذات اثناء التكتيك مع كابتن حسام البدري، لكن خلاص يمكن الامور دخلت في المراحل النهائيه. التشكيل مكون يا كابتن ميدو من الشناوي في حراسه المرمى، على اليمين محمد هاني، سعد سمير، محمد مجيد، بدر رحيل، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السليه، باكماني وميدو جابر، وليد سليمان، مروان محسن. يصل للنادي الاهلي شريف اكرامي، صلاح محسن، احمد حمدي، احمد حمدي، باسم علي، واسلام محارب. زي ما بقول لك الامور ماشيه بشكل طيب وجيد. الكابتن حسام اختتم محاضرته الاخيره الساعه 1:30 هنا بتوقيت في هولندا. تحفيز كبير للاعبين، تركيز كبير من اللاعبين، ظروف صعبه بتقابلنا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو، سواء في اللعيبه المصابه، كمان الظروف الخاصه هنا بالرطوبه العاليه اللي احنا نوهنا عليها قبل كده، لكن زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يعود من هنا بثلاث نقاط. كريم قول لي بدلاء النادي الاهلي مره ثانيه لو سمحت. شريف اكرامي، صلاح محسن، تمام، احمد حمدي، تمام، احمد حمدي، تمام، باسم علي، تمام، اسلام محارب. ستة كده. طب كده ستة. واحمد فتحي كان خلاص كده. كان احمد فتحي موجود متواجد معاهم. ايه؟ هو احمد فتحي موجود بس احمد فتحي مش هيشارك يا كابتن. احمد فتحي اشتكى انت عارف ان هم 18 واحد في الفريق. يعني ست لاعبين اللي موجودين على دكة البدلاء. ست لاعبين المتواجدين على دكة البدلاء. احمد فكي هيكون متواجد، يعني المفروض كان يكون متواجد على دكه البدلاء، بس بعد الرشح اللي هو اشتكى منه ده هيكون في 6 لاعبين فقط متواجدين على دكه البدلاء بالنسبه للنادي الاهلي، نظرا ان الكابتن حسام اصطحب 18 فرد في البعثه المشاركه هنا في مباراه كمبالا في كابتن ميدو. تمام. يعني لو عندك اي اخبار يا كريم قول لي برضو، طمني على كل اللعيبه، على الروح المعنويه اللعيبه. الكابتن حسام اتكلم مع اللعيبه، اخر كلام كان مع اللعيبه كان ايه؟ يمكن اخر الكلمات من الكابتن حسام البدري قبل ما ننطلق الى الملعب قال المباراه مهمه، مش عايزين نقول مباراه عنف زياده او هذا الكلام، لكن مباراه مهمه. يبقى مثل الكابتن حسام للعيبه قال الوداد، وقال في المؤتمر كده قال الوداد اللي فاز بالبطوله النسخه الماضيه ما حصلش على 6 نقاط في اول مباراتين، لكن ان شاء الله انتم مركزين، عندنا ثقه فيكم، قال لهم ما تبصوش لاي امور جانبيه، الجمهور سواء متواجد، الملعب لو في ازمه، اي امور خاصه من كده احنا اتعودنا عليها بشكل كبير. كلام تحفيزي بشكل كبير مع المهندس خالد مرتجي اللي كان ليه رساله ايضا مع اللاعبين، قال لهم لابد من التركيز، العوده ب3 نقاط هيصححوا المسار بشكل كبير جدا معانا في البطوله الافريقيه. وزي ما بقول لك يا كابتن ميدو عندنا امل وشايفين ولامسين من اللعيبه ان هي مركزه بشكل كبير جدا، وينقصنا التوفيق ان شاء الله يكون معانا. وايضا كمان اللي اكد عليه الكابتن حسام البدري عداله تحكيميه ان شاء الله تكون معانا في هذه المباراه. تمام يا كريم، تمام. يعني ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق للفريق النادي الاهلي وكابتن حسام بدري. ولو في عندك اي حاجه يا كريم احنا مستنيينك في اي وقت. شكرا جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من اوغندا.